إذا المقادير بالنسبة للدقيق كناخدو 400 غرام اللي غادي نقيسوها تقريبا بهذا الكاس هذا اللي كيساوي كاس العنبة اللي فيه 150 ديال المليلتر، كناخدو جوج كيسان وواحد ماشي عامر محايد منه تقريبا 4 ديال المعالق على هذا الشكل. هذا الأخير فيه تقريبا 100 غرام، إذا المجموع كيكون 400 غرام عندنا ديال الدقيق. الدقيق العادي، الدقيق ديال العجين اللي كنعجنو به عادي. وغادي ندوزو الان نضيفو، نحيدو الطحين ديالنا بعدا وكنضيفو شويه ديال الملحه تقريبا غرس ملعقه، كنضيفو السكر ديالنا. غادي نقيس لكم بالملعقه باش يكون عندكم المقادير مضبوطه. ملعقتين كبيرتين وغادي ندوزو الان الزيت، الزيت الذره كنعملو كيف ما كتشوفوا معايا، معلقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، يعني 4 معالق. اذا كنخلطوا المقادير ديالنا، نرملوها ومن الافضل نستعمل يدي. طبعا يدينا غيكونوا مغسولين قبل البدء في العمل. وغادي ندوزو نرملو باش كتجي العجينه، يعني كتجي هي مقرمشه ولكن كتذوب في الفرن بهذه الطريقه، يعني رملوه من الافضل. هذه نصيحه باش تجيكم العجينه زوينه وتجيكم الحلوه حتى هي مقرمشه ولكن رطبه بزاف يعني كتذوب. اذا بعد ما ترمل لنا الدقيق ديالنا بالزيت ومع العناصر الاخرى، غنضيفوا البيضه ونخلطوها شويه بهذا الشكل هذا. اذا نسيت ما وريت لكمش الماء الزهر، اذا غنجمعوا هذه الحلوه هذه بماء الزهر. هنايا عندي ربع كاس، عملته هو الاول. القياس مهم، تجمع لكم العجينه وما تجيش ما تجي لا قصحه ولا جاريه. تقريبا انا نقول لكم شحال غيدخل فيها. دابا عملت ربع كاس وكنخلط، ممكن تجيني بهذاك ربع كاس، يعني شوفوا معايا مزيان، فانا غادي نعجن بيدي افضل باش نعرف العجينه النوعيه ديالها، واش يعني بالاحساس غنعرف واش العجينه هي هذيك ولا لا. اذا كيف ما كتشوفوا كاسني، كنظن غنزيد لها واحد معلقه ديال الدقيق. اذا بعد ما ضفنا الدقيق فاحنا غادي نعجنوه مزيان. صافي الان كنحس بان العجينه هي هذيك. اذا المزهر تكيسوا عليه، كبوها بشويه بشويه وكنعجنوه بهذه الطريقه هذه. انا عملته على الطبله باش يتدلك مزيان، ها شويه ماشي بزاف. وكنعملوها في بلاستيك سلوفان او بلاستيك غذائي وكنخليوها ترتاح تقريبا واحد 4 ساعة. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه فالان غادي نخدموها، كخص يكون عندنا نشا او مايزينا كنرشوا بها طاوله العمل، وكنرشوا فوق العجين ايضا وكندهنوه بهذه الطريقه هذه. وكنقومو بسط ديالها بالمدلك على هذه الطريقه هذه. اذا العجين خاص يكون السمك ديالو رقيق بزاف باش ما تجيش معجنه.
كيف ما كتشوفوا انا مديته بزاف، والعجين يعني تعمل به اللي بغيتي، ما كيتقطع ما والو. وغنبداو الان نقطعوا شرائط بالقطعه ديال البيتزا. اذا كاين طريقتين اللي جاتني انا سهله، غادي نقول لكم انا الثانيه اللي جاتني سهله، هذه جربت بها عملت خيط واحد، من بعد زدت الثاني زو بها الدجاج، ولا ما عندهاش استعمالات بزاف، ولكن انا عدت بها الصوف، ومن بعد وهي جاتني الفكره ديال العجين اللي مالا نعمل هذه الفكره هذه، وبغيت نشارك بها الاصدقاء ديالي، الاحباء ديالي، العائله ديال القناه ديالي، كتجي هائله وكتدوب في الفم. لذا فالحاجه اللي كتعجبني وكتنفعني كنحب انني نشاركها مع الاحباء ديالي. اذا هذه الطريقه راه ديالي انا اللي عملتها. كاين طريقه الشوكه اللي كنعدلوا بها الفيونكات ديال الصوف، فانا بدل الفيونكات في الصوف عدلت العجين عملته على ديك الطريقه، فجات الفكره رائعه. كنتمنى تفهموا هاد النقطه هذه، انا ما خديتش هاد الفكره من شي حد، لذا هاد الفكره فهي ديالي. ان شاء الله تنال اعجابكم، وردوا عليا في صندوق، ردوا عليا في التعاليق في صندوق في صندوق الوصف، ردوا عليا في التعاليق. بالنسبه اش قلت صندوق الوصف، لان السيرو راه غادي يكون في صندوق الوصف اللي كنت عملت في الكنافه، فما السيرو ما عطيت لكمش هنايا القياس ديالو. اذا وهاد الطريقه الثالثه هي اللي جاتني سهله بزاف، ثلاثه ديال الاشرطه وكتلويهم على المتك، هي اللي جات سهله ودغيا ساليت بها الكميه اللي عندي. المهم كل شريط تقطع كنلصقوه بالماء باش ما يتقطع لكمش في المقلات، ونخليكم مع الطريقه ونتلقاو مع الشكل النهائي ان شاء الله من بعد ما نكونوا وصلنا للقلي. غادي نقوم بالقلي ديال الحلوى ديالنا. اذا بعد ما كيسخن الزيت ديالنا كنقصوا عليه باش كطيب لنا الحلوى من الداخل ومن على برا باش ما كتجيش معجنه، وبعض الاحيان كنبقاو نفرغوا فوق الوجه ديال الزيت باش يطيب لنا بسرعه بهذه الطريقة هذه. إذا اللي كطيب لينا كنقلبوها وكنعملوا السيرو ديالنا اللي غنعملكم رابط ديالو على القناة اللي كنت استعملت في الكنافة، فبلا ما نعاودوه مره ثانيه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا، كنتمنى الفكره تكون عجبتكم. اذا عجبتكم الفكره وعجبكم هذا الفيديو فما تنساوش تدعموه باللايكات، وايضا شاركوه مع الاهل ديالكم والاحباب ديالكم على مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى، وان شاء الله جربوها وردوا عليا الاخبار في التعاليق. نخليكم، السلام عليكم ورحمه الله، في أمان الله.